طابت أوقاتكم. في الموصل أهالي ناحية القيارة يقومون بحملة لطرد عوائل داعش من ناحيتهم وإسكانهم في مخيمات خاصة، ما هو رأيك؟ علي الكناني، المفروض أن يعمد الأهالي إلى تقديم الشكاوى للمحاكم بحق كل من تسبب لهم بالأذى، والقانون هو من يبت بهذه الأمور بعد النظر بالأدلة. أما لو حاول البعض فرض آرائهم بالقوة دون الرجوع إلى القانون، فإن الفوضى ستكون هي النتيجة الحتمية. السلاوي أبو يوسف، يجب أن لا يحاسب البريء بجريرة المجرم، كل من تلطخت يده بالدماء يحاسب، أما عن العوائل التي سندت داعش لابد للدولة أن تؤهله من الفكر الداعشي وإعادتهم إلى الانخراط في المجتمع أو فرض قيود عليهم كي لا يعاودوا الكرة، وأن يأخذ القانون مجراه. جواد أبو علاء الغنيم، يجب على الحكومة أن تتدخل لحل هذه المشكلة التي ربما تتطور إلى أمور لا يحمد عقباها، لأن وجود عوائل الدواعش بالقرب من أناس ظلموا وتهجروا وقتلوا من قبل الدواعش أمر يبقى بحاجة لحلول حكومية ومجتمعية. في تويتر نهاد السواك، اقترح أن يجري بعد عودة النازحين استخدام معسكراتهم لتطبيق برامج لإعادة تأهيل تلك العوائل ومحو الفكر المتطرف المتجذر فيهم ودمجهم في المجتمع. عبد النبي الجوراني، أهل مكة أدرى بشعابها، لكن نحن نعلم جيدا أن هناك أبرياء لا ذنب لهم من نساء وأطفال، يجب التأكد والتثبت من الذين كانت لهم صلة مع زمر الإرهاب. أخيرا رنا العبد، القانون والدولة هو من يحدد مصير هذه العوائل ومحاسبة المجرمين منهم، أما مطالبات الأهالي بهذا الخصوص ستولد الكراهية والحقد داخل المجتمع.